السلام عليكم. اليوم 19 من تموز 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية استضيف فيها كادر متقدم من وزارة الكهرباء، وتحدث فيها الأستاذ عادل كريم القائم على وزارة الكهرباء. ومنذ مدة وهذه الحكومة تقود مشروع إصلاحي فيما يتعلق بقطاع الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية، ويعلم الجميع مقدار المعضلات التي تحف بتوفير الطاقة الكهربائية في العراق منذ سنين خلت. هذه الحكومة شددت على هذا الموضوع، وكان السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد طلب من وزارة الكهرباء أن تقدم دراسة وخطة استراتيجية قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد فيما يتعلق بإصلاح هذا القطاع، وأيضا فيما يتعلق بملف الجباية. اليوم هذا الكادر المتقدم والأستاذ عادل كريم حضروا إلى مجلس الوزراء، وكانت هناك مناقشات مستفيضة للخطة التي قدمتها وزارة الكهرباء. حقيقة هناك ملفان، ملف الخطة الاستراتيجية بهذه التوقيتات، وأيضا ملف الجباية. وقد قدمت وزارة الكهرباء دراستين مهمتين إصلاحيتين في هذين الموضوعين. خضعت الدراستان للمناقشة، وقدم السادة الوزراء أسئلة ونقاشات في الموضوع، والدراسة أخذت وقتا طويلا من وزارة الكهرباء حقيقة، لأنها شاملة وتضع خطة لحل هذا المعضل الذي رافقنا عبر حكومات عديدة. الآن كانت هناك توصية في الأخير إلى أن يجرى دراسة الخطة في المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الوزاري للطاقة، ثم تعود إلى مجلس الوزراء في قابل الأيام. وكذلك فيما يتعلق بالجباية، كانت هناك أيضا خطة ورؤية طموحة لوزارة الكهرباء في استخدام الأنظمة الذكية في هذا الموضوع، لأنها ذات فعالية فيما يتعلق بالرقابة على الكهرباء والإشراف، وأيضا فيما يتعلق بحماية الطبقات الفقيرة التي تتجشم متاعب كثيرة حقيقة وأعباء كثيرة في دفع فواتير الكهرباء. هذه الرؤية التي طرحتها وزارة الكهرباء تحاول أن تحمي هذه الطبقات الفقيرة بترشيد الاستهلاك أولا، فيما يتعلق بأولئك الذين يستهلكون كهرباء كثيرة، وأيضا في محاولة للتخفيف من أعباء المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة كما قلت، من أولئك الذين يتحملون في خاصة في أيام الصيف دفع فواتير كثيرة للمولدات الكهربائية ولأيضا فواتير الحكومية. وزارة الكهرباء قدمت هذه الدراسة الجديدة بعد أن أجرت دراسة مقارنة بالأنظمة التي تتبعها الدول المجاورة، وخلصت حقيقة إلى هذا الموضوع. الموضوع اليوم نوقش فقط في مجلس الوزراء، وسيعرض في الجلسات القادمة للتصويت عليه واتباعه. هذا النظام الجديد، النظام الذكي، إذا ما صوت عليه إن شاء الله، وهناك بوادر لهذا، لأن الدراسة حقيقة جديرة بالاهتمام، جديرة بالاحترام، وتشكر عليها وزارة الكهرباء. هي عبارة عن دراسة فيها جوانب عديدة تتعلق بأتمتة الشبكة الكهربائية وتعظيم الواردات، وأيضا تقليل الأحمال والضائعات من الطاقة الكهربائية. هذا النظام الذكي أيضا كما قلت وأعيد يرعى الطبقات الفقيرة في مسائل الاستهلاك. كان هناك أيضا اليوم موضوع مطار الموصل، وقد حظي باهتمام بالغ من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء. كان هناك لديه اجتماع يوم أمس في الموضوع، واليوم كان لديه اجتماع آخر، وطرح أيضا
في مجلس الوزراء وجرى التصويت على قرار بشأنه في استثناء هذا المشروع، مشروع تأهيل مطار الموصل الدولي، من استثناء من أساليب التعاقد، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأيضا من تعليمات تنفيذ الموازنة. كل ذلك هي محاولة لإنجاز هذا المشروع بكفاءة وفعالية أكبر. أيضا كان هناك تخويل لتسهيل إجراءات الامتحانية. تعلمون العراق ستبدأ الامتحانات في خلال يومين القادمين، وكان هناك تصويت لوزارة التربية في أن تيسر سبل المراكز الامتحانية لشراء المواد للمراكز هذه من أجهزة طباعة وقرطاسية وغير ذلك. كان هناك أيضا توجيه مهم يتعلق بنشاط وزارة الموارد المائية. حقيقة تعلمون وزارة الموارد المائية مشكورة تقود حملة مهمة للحد والقضاء على التجاوزات على الحصص المائية. هذه معضلة تربك عمل الوزارة في تقديم المياه على نحو عادل لمناطق العراق جميعها، ولذلك هي تقود حملة للحد من هذه التجاوزات. وفي أثناء هذه الحملة تتعرض لاعتداءات كثيرة، ولذلك كان هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء للقوات الأمنية بتقديم الدعم اللازم لكوادر وزارة الموارد المائية في هذه الحملة. وكان هناك أيضا تأكيد على ملاحقة أحد المجرمين الذي اعتدى بطلق ناري على أحد كوادر هذه الوزارة وهي تؤدي عملها في محافظة واسط، وضرورة سرعة تقديمه للعدالة. في وزارة الدفاع كان هناك قرار يقضي بأن تتولى هذه الوزارة في قيادة القوات البحرية تحديداً أن تتولى التعاقد مع إحدى الشركات الكورية لتشييد 3 زوارق بحرية لخفر السواحل، وذلك يجري بتمويل من شركات وزارة النفط الرابحة. التعليم العالي أيضا كان هناك قرار فيما يتعلق بجامعة البصرة للنفط والغاز، حيث جرى استكمال إجراءات تمليك قطعة الأرض القائمة عليها، وعلى شرط أن تستعمل هذه القطعة لأغراض تعليمية حصرا، وشطب أيضا مبلغ هذا الاستملاك في هذا القرار. وأخيرا كان هناك تعديل لقرار مجلس الوزراء، مجلس وزراء سابق، بتمليك قطعة أرض مسجلة في بلدية الحر في محافظة كربلاء. هذا الموضوع يخص المواطنين. هذه القطعة كان هناك فيها قرار سابق بتمليكها لشاغديها، اليوم عدل القرار إلى بيع هذه القطع السكنية وهي حقيقة مشيدة إلى شاغليها. شكرا جزيلا.